هذا يكفني المسمى الغرض انني اردت افتح سن جديد المباراة مع جميع كانت مباراة مكنسة لصف الطرفين، كانت جديدية، كان دفاع بديل، شفنا جمهور تكتيكية من جميعهم. تنظم قبل المباراة، كنا كنقولوا بأن التعادل داخل الجيلة فهو بحكم القوة ديال الفريق وبحكم الأخطار اللي كنقولوا بها الفريق، لكن كيف دارت المباراة فرغم التعادل هو إيجابي فحنا كنحسي بطبع الهزيمة لأن بشوية ديال التركيز بشوية ديال الحد كنا ندير ديال النقاط بواحد الأريحية. لهذا فعلى العموم فهي التعادل فهو منصف، كنعني اللاعب نتاعي على القيد اللي داروا، كنتمنى واحد الصعيد فريق جديد في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال كانت مقابلة قوية، كانت فيها ندية كبيرة، وكانت مباراة يعتبروها يعني دربي هنا في المنطقة تاعنا، ودربي ما يتلعبش غير في الشوط الأول، دربي يخص تكون فيه الثنائيات لي ديال، ولي ديال كانوا من جهة أسفي بصراحة، كانوا يعني وراء كل الكرات، ما خلوناش نلعبو، لذا كانت عندنا صعوبة في الشوط الأول باش نخرجو، كنت طلبت من كانت محاصرة كبيرة على اللاعبين في الوسط، بين سومرابي بين قدوم، طلبت من اللاعبين اللي على الرباطين باش يدخلوا هما الوسط باش يكفوا العدد في الوسط وما عاد يمشيو نحو الهجوم. في الشوط الثاني تحسنت الامور، كان تسجل علينا هدف بعد ولات مباراه اخرى، يعني كان يليق عليك تولي تعادل ويليق عليك تخمم من بعد تفكر باش تسجل الهدف الثاني. أول حاجة كانت بالنسبة لنا هو كيفاش نخرج في النتيجة، درنا تغييرات اللي لازم نديرهم كلها كانت تقريبا ناجحة، كانت هجومية، كانت أعطت صبغة أخرى رغم أن يعني فريق أسفي ما عادش يتأخر إلى الوراء، كانوا حبوا يعني يلعبوا الكرات المرتدة، دخل سيبادو مهاجم آخر سريع اللي كان قلقنا، لكن الحمد لله ولادي رجعوا في المباراة بثقة، وكان عندنا ممكن كنا نقدروا نسقوا المباراة نديروا قدام في الكرة اللي تربط على العمود. شكرا. كان خدم الضوء ديالو، ما كان للأسف تصاب واحد، تصاب كل أنا عفوا اللي كان لاعب رسمي كان مصاب في المباراة ديال نصف النهائي وما كانش واجد، لكن البيت دخلت في المباراة ديال نصف النهائي وكان بعيد على المستوى تاعو بالعكس ضيعنا شونجمون اليوم عاوتاني ملي دخل كنا كنضغطينا 100% عاوتاني تقاس وبدا كيبان ليا كيف مشي في يعني ضعنا شونجمون ودرنا خلط الهدف هذا حتى مع امين الصقار رغم انه ماشي لاعب وسط الميدان لا هو المدير كيلعب في الدفاع لان كنشوف على ديال الجيلة دفاع اللاعبين كجماعة عالمية وعطيتو باش نكونو ياخد ديما اللعاب اللي كيكونو قدام لا ديفونس باش نكونو نحدو من الخطورات اللي كانت هذاك الضغط اللي كان واقع هذا بالنسبة لينا. بالنسبة للسؤال تاعك كنظن بأن لا ولا الصديق تاعي مصطفى الشيخة ولا انتوما اللي شفتو المباراة كانت المباراة في كلاب كان فيها دفاع ولا كان فيها دي كونتر يعني اللاعبين اللي كانوا كيتاحوا كانوا كيتاحوا كانوا كيتعرضوا كان دي كونتاكت اللي كان فيه اصابات لهذا بالنسبه ليا فما عمر كان في التعليمات باش نقول للاعب يتاح او يضيعوا ديك لا مانيير هذا بالنسبه لنا لكن نشوفوا الدفاع البديل الاحتكاك والمكان هو اللي كيخلي اللاعب يتاح سواء من جهتنا او من جهه الفريق الدفاع حتى جهه فاذا كان فيه نقلين قاطعا فان التعامل تاعنا والعمل تاعنا كان في هذا الاتجاه. بالنسبة للسؤال تاع الأخ الأول، ما نظنش أن الغياب تاعي هو اللي أثر على الأداء، لأن مباراة بني ملال أنا اللي درت الأسبوع كامل درنا شوط طويل أتعس من هذا، نظن بعد المعنوية، لكن أنا حبيت نخلي رسالة أن الدفاع الجديد ما يتوقفش على أشخاص،
على بن شيخان او على لعاب او على بن عربي تبقى ستمشي مشى بن شيخان حتى في الديبار تاعي باش ياخذ حقه باش يبدل العمل تاعو هذه النظريه ممكن معنويا للاعبين لكن ما نظنش هذا هو المباشر يعني بالنسبه لايوب سكوما ايوب سكوما دخلوا هو مفتاح لعب لكن ايوب سكوما بدل يلعب طالع باش نولي نفكر في التقطيع قلت له قلت انا دخلت باش تربح لي لي ماتش عاطيني ربي في رجليه يعرف يلعب يعرف يراوغ يعرف يمد الكور لكن يلعب شويه في الطريق وصار صار انت الاسماء بصراحه قلت هذا اللي هنا في الفيديو نقول هذا الملعب كله لازم يحاول انا دخلت باش تربح لي ماتش باش تربح لي ماتش الدبارة والدور عندي والدور انا نقدر نديرها الوغ باش تكون الامور واضحه لعاب اللي يسحق كور ونعرف اللي يعاوني يقول يعاوني موه ما يدخل نعرف اللي يقدر يبدل لي ماتش اللي عنده دو بون باس عنده ليكتور دو جو لكن ما يستغلهاش الوقت اللي ما يستغلهاش باش نولي نفكر فيه تفكير احمر هذا ما